تستمر صحيفة الجارديان البريطانية في الكشف عن تفاصيل حياة عائلة زعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن، مركزة هذه المرة على سيرة نجله حمزة وقصة زواجه. ونشرت الصحيفة تقريرا نقلت فيه عن أخين غير شقيقين لبن لادن أن نجله حمزة قد يكون في أفغانستان، كما أنه تزوج بابنة محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.